لا، الإضافة الوحيدة اللي جاب العريشي هو أنه رجع التلفازة المغربية بحال شي إرث عائلي ديالو، كي 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 كيسيرو ماشي كمؤسسة عمومية بل ك ك كيقطع كيقطع ورثو عطاه ليه. ما عرفتش، ما نقدرش ندخل في الأسباب والحيثيات ديال هادي. وهادي 20 سنة يعني هو في حقيقة شنقول لك روكور، يعني رقم قياسي ماشي غير في مجال التلفزيونات في العالم كامل، في مجال الإدارات العمومية على المستوى العالمي. ما عمر شي واحد بقى في شي إدارة عمومية فاقت 20 سنة، ومع ذلك هادشي كله كون غير كان كيسيرها بطريقة قانونية احترافية موضوعية نزيهة. كاين كل شيء إلا التسيير الإداري الموضوعي المنطقي المتعارف عليه قانونياً.